هذا الفيديو حاولت أنني نجيب لكم مقتطفات من أخبار اليوم. هل سيتم إلغاء جواز التلقيح واستبداله بشهادة طبية؟ كذلك سوف نرى نبيلة منيب مباشرة تتحدث، والدكتور معتوق جمال يوضح قانونيا من هو المسؤول إذا تم تلقيح المواطن أو تم إجبار المواطن على التلقيح. يعني يمكننا نخرقوها. تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، يعني ما حدنا في حالة الطوارئ، يمكن الحكومة تاخذ قرار باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات. احنا دابا في البلاغ، احنا في البلاغ مزيان، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة. احنا عندنا شي استعجال، عندنا شي حاجه دابا الحيلوله، احنا في واحد تنازل والامور الحمد لله غدا وتتستقر اكثر فاكثر. 6% من الاسره في الانعاش هي اللي كاينه، يعني احنا في واحد الحاله ما بقاش داك الاستعجال والحيلوله باش ناخذوا واحد الاثر فوري للحيلوله دون تفاقم الحاله الوبائيه للمرض، وتعبئه جميع الوسائل المتاحه لحمايه حياه الاشخاص وضمان سلامتهم. فقره الاخيره، لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. أين هو تأمين؟ أين هو الاستعجال اللي تنتكلموا عليه في هذا الفصل باش يمكن لها تاخذ بلاغات ومناشير ودوريات؟ وأين هي تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين؟ هناك تناقض مع هذا الفصل هذا. إذن يمكن لك تاخذي بلاغات أيها الحكومة، يمكن لك تاخذي دوريات، يمكن لك تاخذي قرارات، يمكن لك ديري بيانات، يمكن لك ديري مناشير، مزيان، ولكن خصني يكون عن استعجال. حنا جينا نهار الثلاث خرجنا بلاغ وغنطبقوه نهار الخميس، ما كانت كان على الأقل شوية ديال الرزانة، شوية ديال التقالة، ونعطي للمواطن الوقت باش يستوعب هاد الإجراءات، وفي نفس الوقت أنا حتى أنا نخدم ونشتغل باش نشوف كي غننزل هاد الإجراء. قبطات وتلقات لنا إجراء بحال هكا اللي فيه عرفتي شحال ديال التدخلات، عرفتي شحال واحد غيدخل، عرفتي شحال الوزارة خاصها تدخل واحد المرا ديك الطيابة ولا راجل كسال غادي يقول لها خليك. الحكومة وزارة الصحة كتحدث على جواز التلقيح، راه من شهر يونيو جواز التلقيح كاين، وكان وصلت إشارية بأنه غنطبقوا جواز التلقيح، وفعلا تم طبقناه في التنقل كذلك. عاد جا البلاغ الأخير من أجل تطبيقه. كاينين إشكاليات فعلا أنه ما عطيناش فرصة أو لا مدة معقولة زمنية باش الناس يحضروا، كذلك السلطات تحضر، هذا إشكال. خلينا في الجانب القانوني، نتحدث معك على المؤسسات والشركات مثلا اللي رب العمل بغى يحمي الموظفين اللي عنده، بغى يحمي العمال ديالو وعنده موظف ما بغاش يدلي بجواز التلقيح، اشنو الاجراء القانوني هنايا؟ كتقصد في القطاع الخاص او في الوظيفه العموميه؟ بجوجهم. الباقيات الدوليه ولا الدستور كيعطي الحق للمواطن باش يقرر واش يدير التلقيح او ما يديرش التلقيح، وجميع القرارات ديال المحاكم الدوليه دابا كتقرر بهذا المبدا هذا، يعني هذا ما فيهش غبار. بغيت نلقح نلقح، ما بغيتش نلقح ما نلقحش، ولكن عندنا واحد المكتسبات بغينا نحافظوا عليها. نزلنا 64 او 65، يمكن وصلنا حتى 70% من الناس اللي ملقحين، مزيان نحافظوا على هذه المكتسبات، ولكن ما نستخفوش بالقيمه ديال المواطن. جا المشغل بغى يفرض على الاجير ديالو، اذا فرض عليه راه هذاك الاجير اشنو في يديه ما يدير؟ يا اما غيقبل يا اما غيتطرد. اذا شنو غيدير؟ غيعطي راسو للحجاب، غادي يدير التلقيح. التلقيح اختياري، ما بقاش اختياري ملي غيدير المشغل فرضوا عليه، لان الجواز اصبح اجباري. اكيد لا، قبل ما يوصل اجباري المشغل كان عنده الحق يقول لك اسيدي بغيتو يديرو، ها هو جبرو باش يديرو، لزمو باش يديرو. ودابا فعاوتاني نقولوا لا، حق حنا تندافعوا على اختياري، الحكومه تتقول لك اه هو اختياري نظريا، ولكن جاتك في الواقع ودارت لك هاد. نعم تفضل. دارت لك هذا الجواز اللي صبح اجباري باش تحرك. اذا واش مازال كنتكلموا على الاختياريه؟ فين الاختياريه؟ نعم. هذا اجباري مقنع. صحيح. كاينين حجج علميه كذلك، ما نساوش هذا الشيء. ايهما اكثر؟ هل الاكتظاظ امام هذه المراكز ام الاكتظاظ في المرافق للحصول على شهاده اداريه؟ فين الاكثر؟ مزيان. رفض او منع جوج ديال السيدات النائبات من ولوج هذا البرلمان بدعوى ما عندهمش يعني جواز تلقيح، ولكن عندهم بي سي ار نيجاتيف، فغير معقول. هذه مؤسسات شريعيه
اذا كنا حنا ما كنحترموش القانون وما كنطبقوش بطريقه سليمه كيفكم نتوما من المنصب ديالكم مع الرئيس ديال المجلس مع المكتب ان تتخذوا ما يلزم باش يجيو هاد السيدات والساده النواب باش يكملوا معنا، والا غنكونوا في واحد الممارسه اللي هي غير ديمقراطيه. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضلوا سيد النائب. سيد رئيس نفس السياق، وطبقا للدستور والصفه النيابيه اللي كيعطيها لنا النظام الداخلي والدستور، اليوم اولا ندين الهجمه الشرسه اللي تعرضوها للمواطنين والمواطنات، ندين كذلك التعسف ديال المواطنين في الشارع. مساله ثانيه، نتضامن مع جميع الطلبه ماشي غير مجلس النواب، كاين طلبه وكاين مواطنين ومواطنات تمنعوا من الكونكور، تمنعوا باش يدوزوا لكونكور اليوم. سيد النائب المحترم، النائب المحترم اذا سمحتوا، رجاء سيد النائب المحترم، رجاء اذا سمحتوا سيد النائب المحترم، رجاء حنا خصنا نعطوا القدوه والنموذج على تطبيق القانون واحترام القانون. النظام الداخلي واضح، نقطه نظام تكون في امرين لا ثالث لهما، امر يتعلق بالتسيير او يتعلق بتطبيق النظام الداخلي، ولكن عدا ذلك لا يمكن ان يكون موضوع نقطه نظام. شكرا سيدنا النائب المحترم. ضد الحجب ديال المعلومه وضد اننا نطلقوا بلا ما نعرفوا يعني المسار ديال هذا التلقيح، لان الدوله وزاره الصحه هذه اللجان العلميه اللي عملت يعني خصها تعطينا المعلومه الكامله، خصوصا وان اليوم الكلام على التلقيح ديال القاصرين يعني طرح مشكل وطرح تخوف كبير وسط الشعب المغربي ووسط الاسر المغربيه. حنا كنطالبوا الدوله باش تعطينا يعني المعلومه الكافيه وتوضح هذه الملابسات، علما بان هذه راه ازمه عالميه ومرتبطه بواحد العدد ديال الامور. حنا ما تنصنعوش اي هذه اللقاحات اللي كدار اليوم. مثلا كاين واحد الدواء مهم جدا كيتستعمل في الهند، خصو يتستعمل كذلك في المغرب، لان هذا المرض كيتشافوا منه الناس. واليوم كنشوفوا واحد المجموعه من الاطباء فاتت 800 ممرضين كيطلبوا الدوله المغربيه بانها تلغي هذا العمل بالجواز ونبقاو في هذا الشيء ديال الطرق الاحترازيه وغيرها، وانها يبقى تلقيح اختياري ماشي تفرض اجباري، وتمنع التلقيح ديال القاصرين والاطفال حتى نشوفوا هذه الامور فينا غاديه. حيت هذا الوباء هذا كيمكن تشافوا منه بالعقاقير وما بقاش ذاك الارتجال الاول اللي كانوا الناس ما عارفينش كيفاش الامور. في رساله الى رئيس الحكومه بخصوص قرار اجباريه التوفر على جواز التلقيح، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان الى فتح نقاش حول هذا الجواز وسبل استبداله بالجواز الصحي الذي يمكن ان يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح مسلمة من طرف الطبيب المعالج للأسباب المحددة طبيا وعلميا.